جيش الاحتلال الإسرائيلي نعم دخل إلى غزة، ولكنه الآن يتكبد خسائر كبيرة ورهيبة. هل تتوقعين نفس هذه الخسائر وأكثر إذا ما لا قدر الله أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول الأراضي اللبنانية؟ أنا أعتقد أن الخسائر في لبنان سوف تضاهي الوضع في فلسطين، نظرا لأنه الوضعية في لبنان وعلى خلفية الفيجر قد أثبتت أنه يجب أن يعيد بمكان ما أمنيا واستخباراتيا حسابات حزب الله، ولكن هذه الواقعة لم نشهدها في فلسطين. فهنا يدلل الوضع على أنه تجربة الفلسطينيين مع العدو الإسرائيلي كانت أفضل بكثير من الوضعية التي حكمت على حسن نصر الله أو كوادره أو حزب الله. فالمسألة معقدة، وإذا استمرت الأمور بهذا التصعيد أعتقد أن المشهدية في المراحل أو الساعات القادمة خطيرة جدا.